السلام عليكم، كديرين بخير؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد المريقه كتجي زوينه، كتجي رائعه، وغرافقها بواحد العصير اللي هو سهل وما كياخدش بزاف الوقت. يلا معايا تشوفوا المقادير وطريقه ديال التحضير. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضره النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ تحير عندها النظر، أشمس تلك أم قمر؟ وراح القلب يسألني، أسحر تلك أم سحر؟ تحير عندها النظر، أشمس تلك أم قمر؟ وراح القلب يسألني، أسحر تلك أم سحر؟ أراها المغرب الفاتن، فيه الحب والخطر. المغرب الساحر فيه الليل والوتر، أراها المغرب الساحر فيه الليل والوتر. أشمس أم قمر؟ يسألني أم سحر؟ نتمنى لكم كاملين تكونوا بخير، تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الدجاج، مريقه ديال الدجاج كتجي زوينه، والمكونات اللي فيها تقريبا موجودين في اي بيت. هنايا عندي هنايا تقريبا شويه ديال الدجاج، نتوما ديروا الكميه اللي بغيتوا. عندي هنا شويه ديال القلب، المهم كما كيقولوا قشيشه ديال الدجاج، هادشي اللي كنقول لهم حنايا. المهم عندي هنا الثومة تقريبا واحد 3 ديال الصوصه ديال الثومة كبار محبوكين. عندي هنا واحد المطيشه كبيره مقطعه، عندي شويه ديال الزيتون، عندي قزبر معدنوس، عندي اللب ديال الحامض البصيه، عندي هنايا شويه ديال الزنجبيل، شويه ديال الابزار، شويه ديال الحق البلدي، شويه ديال القرفه، شويه ديال التحميره ماشي بزاف، والبصل تقريبا. عندي هنا واحد جوج بصل مقطوعين مشلضين مع الطريقه هذه. نبدا ان شاء الله على البركه. اللي عندي الزيت انا مخلط، زيت الرمله وزيت البلديه. نبدا ان شاء الله نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. هنايا درت الزيت، غادي ندير قزبر معدنوس، غنشرب هاد الدجاج كله، تنجيب واحد المعلقة، غندير التوابل، نشرمل هاد الدجاج ديالي كله بهاد الشرميلة هادي. صدقوني راه كيجي زوين. غنبدا ان شاء الله، بسم الله. غنحط الجلدة ديال الدجاج، كندخل مزيان تشرمي ديال الدجاج كله. موسيقى
ونرجع معكم ان شاء الله. عندي البصله وغادي ندير دابا ان شاء الله غادي نديرها في الطبوطه ونرجع معكم. غندير واحد المعلقة ديال السمنتا هي غنجيبها دابا نديرها. انا هنايا حيت الدجاج درتو في هاد الطاوة هادي اللي غنسخنها ان شاء الله في الفران، غندهنو وندخلو للفران. وهنا غندير الكبدة ديالي هنايا في وسط هاد المريقة هادي، غندير الكبدة دغيا كطيب داك الشوم باش ندير لكم الغدا. غنقتل هاد المريقة هادي تتعقد ان شاء الله. هنايا غندهن الدجاج ديالي، درت واحد شويه ديال البطاطا وشويه ديال التحميره وشويه ديال الزبده، وغندهن هاد الدجاج مزيان ان شاء الله يشد واحد التحميره هكا تحمر ليا شويه ونخرج ان شاء الله. دابا غندير الفريت، شويه ديال الفريت تاهو غنقلي مع المريقه هادي كيجي زوين. وحتى هاد المرقه غنجربوها راه دغيا كطيب وكتجي بنينه بزاف. ها دابا كنقلي الفريت غادي نحيدو دابا. ها هي المرقه دابا لا اختارت ليا وعقدت. دابا غادي نحطها ان شاء الله في الطبق ديال التقديم والدجاج تاهو راه تحمر ليا. بسم الله كنحط دابا هاد المريقة هادي اللي كتجي زوينة. دابا غندير الفريت وهنايا رافقت مع هاد المريقة هادي شويه ديال العصير، درت فيه واحد جوج ديال الاجاصات، جوج ديال الفرويد، وواحد جوج ديال الليمونات كبار، وواحد الباش، ودرتهم خلطتهم بالماء بارد وقيس ديال السكر السنيده. غنوريكم كيفاش كيجي، كيجي زوين. المريقة
الحلقه ديالنا، نتمنى تعجبكم، واذا عجبكم هذا الفيديو غير جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم لبنينه وعلى حسابي. واذا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عنا بلي لايك ودير لنا اشتراك، وشكرا لكم بزاف بزاف من القلب، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا لكم بزاف.